يقال أن الفراق نهاية مرحلة وقد يكون انطلاقة لبداية مراحل أجمل المؤكد أنها حالة تخضع لأسباب ومعطيات أما الخلاصة الفراق نقطة تحول يتجاوزها من يتعايش معها شنو مدى تأثير الفراق على نصوص ساهر؟ الفراق موجود في حياتنا كلنا كلنا نفارق ناس نعزهم ونحبهم عاشرناهم عشنا وياهم سواء فراق عائلي فراق صديق فراق اشياء تحبها احيانا مكان ودك ما تخليه صحيح لك ذكرى في ممكن ينهدم تنهدم وياه صور عشتها وصور حشتها فهذا اكيد ينصب على الاوراق بشكل وبآخر سواء مباشره او غير مباشره يعني يعني تحطه انت احيانا تفارق صديق تكتب عليه بس تكتبه بشكل مفارق حبيب اكثر منه هو صديق ايش كثر تبي تقول عنه يعني يا هلا ومرحبا فيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم مع جزيل الشعر على تلفزيون دوله الكويت ضيفي ضيفكم اليوم الشاعر القدير والجميل ساهر مساء الخير ابو فيصل مساء الورد الله يحييك سعيد بشوفتك وبوجودك معنا يا هلا مرحبا انا سعيد اكثر فيكم ابو أه فيصل بدايتك مع الشعر أه نقدر نقول اثناء فتره دراستك بالقاهره بالتحديد صحيح هني بدا معك الشعر هني بدات المحاولات يعني قبل يطيح بيدي كتاب اقراه اتابع الاغاني بشكل كبير مسجلة كست شكلها غريب كذي قديمة القديمة هي. هذه فكنت أتابع سواء ما يذاع أو ما أو ي... ما ينشر يعني مم. وصارت المحاولات الشعرية من, من ضمن القراءة بس بدايتها اللي هو الكتابات اللي يعني بديت اكتب تقريبا في الفتره اللي فيها الجامعه يعني. تاثرت باحد بالبدايه؟ له البدايه كان من كتاب من بعض الكتب بغرفه والدي الله يرحمه أه فكتب احيانا اقرا بس ما ادري شنو ما افهم معناها يعني مثل من هو اذا تذكر؟ لا هو كتب شعراء شعبيين قدامى يعني قطن بن قطن رد على مريم فلان فلان رد على فالمفردات وايد صعبه للامانه <applause> لأن بديت بكتاب فهد بورسلي رحمة الله عليه الله يرحمه ف بديت هنا اهتمامي اكثر بهذا يعني بالقراءات بعدين طبعا فتره الجامعه وكذي نزار غباني شويه رحمة الله, آه الله عليه فقراءات يعني متعدده يعني مم. ابو فيصل بدايتك الفعليه مثل ما هو معروف طبعا لا. اغنيه انا بعلوف الصافي صحيح هذه البدايه او الدخول لمجال الاغنيه نعم هني حدثني على البداية منو اللي مثلا اقدر اقول اخذ بيت ساهر او قدم ساحر هو البداية كانت في احدى شركات الانتاج لصديق اسمه عبد العزيز الهنيدي كنا نتردد تقريبا بالاسبوع مرتين ثلاث اثنتين معه كان عندي صديق اسمه جمال اللهو كنت طالع معاه مشوار وراجع لقى قصاصة بالدفتر صغير كذي في مكتوب بعض الكلمات قال لي الكلام حلو من كلامه قلت له قلت له مدام حلو كلامي بس فقال لي ايش رايك اقدم حق سليمان ولا محمد الروي الرويشد فقدم كان الكلام يقول من اللي غيرك اشتكي له اسم ال... هذا تغنى فيه بعدين بعد ال... بس هذا اول شيء كتبته ايه من الاشياء اللي اول شيء عرضت على ملحنين يعني أيه. فخذها محمد الرويشد حافظها ابو فيصل حسب ما اذكر يقول كل من اللي غيرك اشتكي له يا ضوى القلب ودليله كان شديد دخول إيه. يعني عقبها قدموها سل... اشتغل فيها محمد الرويشد بالفتره هذه تزامن فيها حاله تفجيرات القهاوي اللي صارت إيه الكويت إيه. فكتبت يا نبع الوفا وسواها سليمان ونزلت على طول فصارت هذه أول اغنيه. طبعا مسي على ملحننا القدير سليمان الملا وكل الاسماء الجميله اللي ذكرتهم. هني نقول بدايتك الفعليه او دخولك لمجال الاغنيه من اغنيه ينبع يعني نبع الصافي. صحيح. ابو فيصل كنت شاب طبعا للحين شباب بس أجنبك. كان كنت تشوف الشعراء اللي سابقينك او الجيل اللي قبلك كانوا عمالقه يعني اسماء كبيره مثل بدر بورسلي مثل رحمه الله عليه مبارك الحديبي يوسف ناصر اسماء كبيره كان الموضوع طاهر عبد الجليل كان بعد موجود رحمه الله عليه يعني كان في موضوع كان في جيل يعني عملاق صحيح كان في رهبه فيصل ما في شك يمكن قلت لك انا محظوظ انه صار الموضوع في الصدفه اني دشيت مجال هذا اللي خلاني يمكن متاخر اقدم نفسي كشاعر مم. بس صادف انه يعني هذه الاغنيه بس من اللي احب اذكره ان مبارك الحديبي اذكر سمع الاغنيه قبل لا تطلع للناس يعني قبل وقت تسجيلها يعني م. فكان من المشجعين للامانه اللي, اللي قال لي خاصة على مقطع اترابك احنا نبوسه كان في في تخوف منه ولو حصل المندوسه فعندك التخوف كان يعني جرب أنا الكلام كلام مبالغه في التعبير اللي يعني ما كان في شيء يعني هم اكو تخوف كذي يصير كانوا متحفظين شوي في تحفظات م. فمبارك قال لي اللي براسك سوى مم. انت هذا الشيء الملفت في الاغنيه راح يعرف الناس فيك مم. وفعلا ما يعني كنت انا ناوي اغير الجم... الشطرتين هذيل فاستمرنا عليها هو فهذا يعني دخولك في مجال العمالقه هذيل كان الامانه في ترحيب أي. اي هذه النقطه الاساسيه اللي ببضل. بدي اتكلم عنها انه كان في نوع من الالفه نوع من التشجيع هذه هذه كانت للامانه قدموا لنا شاعر جدا مبدع سلمك سلمك وفيصل تسمعنا شيء؟ والله نسمع ايش تبي؟ تبي طقة خلق ولا؟ <تصفيق> <تصفيق> كل شيء منك جميل يا ابو فيصل نقول يا معاند الشوق تفضل نقول يا معاند الشوق وقاصد تجازيني شلي بدا مني وشلي انا سويت وان كان في رايك تبغي توازيني صدقني يا روحي فعلا توازيت احساسي بالخوف منك يحاذيني في خطوتي حقك لي رحت او رديت قلبك علي يقسى وعينك تباريني ما ادري من حرصك ولا تعاليت مشتاق ولك شوق يهتف يناديني ياخذني حق دنيا يا ما لها ناديت حجك يجرحني وصوتك يواسيني واللي عندي يوهمني انك تناسيت الله صح لسانك ابو فيصل سل... 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 في يعني القصيده او النص اللي يكتب كاغنيه طبعا ويحقق نجاح كبير نعم والامثله كثيره بمسيرتك ما شاء الله اللي مليانه عطاء ونجاحات سل... تواجه مشكله بعده شنو راح تقدم؟ طبعا مشكله كبيره هو كل مره تقول ايش بسوي عقب سويت ايش بسوي عقب أه فيصير نوع من التحدي بينك وبين القلم والورقه والاثبات والنجاح والفشل مم. هني تقول ما مشت مثل ما بغيت الصوب لازم اعوضها واحيانا العكس لان ممكن نجاح زين شلون ممكن اسوي وخاصه اذا قلت ابي اسوي مثل وماكو شيء اسمه مثل هذا غلط بالضبط مم. يعني وايد يقول لك مثلا نبي مثل لا خطاوينا، خلاص هي لا خطاوينا بظروفها سواء ككلمه او لحن أحيانا سواء الجمله الموسيقيه او 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 الاغنيه ككل او صوت المطرب يوديك ان هي تركيبه بالضبط, بالضبط, بالضبط وظروف معينه صحيح أه انت سبقتني وطريت الاغنيه الخالده في اذهان كل محبين الفن اللي هي لا خطاوينا نعم لفناننا الكبير عبد الكريم القادر مسي عليه بالخير والحان الاستاذ سليمان مله لا خطاوينا كانت المرحله البدايه مع عبد الكريم اي اول كانت في بداياتك إيه انا التقيت فيه طبعا مرتين ثلاث سلام ومرحبا وكذي عرفني ان انا اللي مسوي أغنية مثل بعلوفة نهايه قصتك كان تو في اللي بانت نهايه قصتك لعبد الرويش, الرويش دي خير طبعا فكان في عملين ثلاثه كذي مسمعين يعني. م. سامع عنك. ايه فالتقيت معاه بالصدفه في باب شركه انتاج انا تحت بالشارع وهو يصفط وانا اصفط سلمت عليه مسك ايدي قال لي قال لي ابي منك عمل ابي مع سليمان بالمله بالذات كذي بالتحديد. ايه. م. بعدين عرفت انه كان عنده عمل مع سليمان ومو نازل سليمان ماخذ بخاطره. م. ف يبيني ادش مع سليمان يعني بالهاي بس سوينا هذه اللي بدايتها لا خطاوينا ابو فيصل ما ابي اتجاوز لا خطاوينا هذه الاغنيه يعني لاقت نجاح كبير وتغنت باصوات مطربين كثر صغير عبد الكريم عبد القادر صحيح شنو سر لا خطاوينا؟ شنو خلطتها؟ او حدثني عن كتابتها والله كتبت؟ شوف حس الاغنيه انت بكل فتره تعيش مرحله من مراحل حياتك سواء تذكر شيء حلو في حياتك او تذكر انسان مثل ما تكلمنا عن الفراق او فقد او شيء فلا خطاوينا فيصل تذكر تفاصيل كتابتها اي ما في شك هو كتبت كاجزاء للامانه يعني مجرد ما ابو خالد طلب فانا شفت الحين ابو خالد سويت شنة سيرش على ابو خالد شنو مغني وشنو نجح فيه وشنو اللي اللي معلم وياه فكان اختبار صعب للأمانة فانا كنت يا ادش بشكل يطاوعني فيه ابو خالد بعد شويه يعني يتقبل الروح الشبابيه بذاك الوقت اللي احنا يعني انا وشرقاوي تونا بادين يعتبر تجديد يعني هذا انا اعتقد يعني انا شفتها كذي يعني اي. وانا يعني من صغير اسمعه وين عبد الكريم عبد القادر يعني ما كان يعني متخيل بيوم انه يعني فكان نوع من التحدي كتبنا الجزء كتبت الجزء الاول وسليمان لحن فقلت له خلينا نعرض عليه قبل لا نكمل فعرضنا عليه فعلا الجزء هذا واللي هو اول شيء رفضه يعني معقوله؟ اي نعم فقال لي اللي هو المطلع اي فكان الحوار نا ما يعني مستحي اقول له ليش وقتها بقول له ليش قال لي خلونا سووا لي وحده ثانيه سوينا لما جينا سمعنا المرة ثانيه بشغله ثانيه قال لي هذه هي قعدنا وياه قلت له الحين خلصنا من هذه ابو ابي في اغنيه المره اللي فاتت سمعنا اياها بسولف وياه عطها الكلفه شوي <applause> سمع قال لا اسمع ما نبي نسولف اسمع سمعها قال لا لا هذه تم الاختيار كنا وصلنا خير بس كملت انا قال كملوا شد انا بشتغل فيها انا يعني كنت بجاهد انه هذه الاغنيه اللي ابتدي فيها مع ابو خالد ووصلنا ظروفها بالكتابه باكثر من شكل يعني هو انت مر انا شفت موقف ويمكن انا قلت هالموضوع من قبل شفت موقف بين ريال عود شايب وشباب اثنين واقفه سياره واقفه سياره الشايب وهم يبي اشتراك السيارة م. فهم عقب ما شغلوا سياره انا واقفه بس طالع من بعيد قاعد حد عند مركز السنة ال وقتها عبد العزيز نفس المكان تجمع فيه. م. فعقب ما خلصوا فهو يقول له عنك هذا يقول له عنك هذا يقول له عنك عنك يبي يساعد يعني يشيل عنه الوائرات فانا قلت من اللي بيتنازل؟ <applause> منو فحولتها الى منو اللي بيضحي؟ لازم واحد فينا يضحي ويكسر ذكرى الذكرى فربطها اكثر من هذا اللي حاله حب بين اثنين صعب يلتقون صعب يتواصلون صعب يكون بينهم حياه فيصل لما تقول خلينا نفتح الفراق ونجرح, ونجرح الاشواق دام الحزن واحد إيه. يعني خربان خربان <تصفيق> <تصفيق> خلاص يعني نعم <applause> جميله جدا هذه الاغنيه وطبعا الشاله فيها مجروحه يعني سلم آه والاغاني كثيره آه في يقال في في مجال الاغنيه ان في كلام يركب على لحن هذه دائما نسمعها صحيح, نسمع. صحيح. تعتقد أن بهالنموذج هذا وكان الشاعر يصير شاعر تحت الطلب هو يصير بس مد... انت ما دامك ت... تعمل في الاغنيه الاغنيه فيها صناعه جزء كبير منها صناعة لان تفاعيل مختلفه تبتدي بشطرات مثلا شطرتين او اربع شطرات مسحوب مم. وترد عقب تكتب بشطره مختلفه جيني وتكتب مم. ب... تنوع هذا كله لصالح الجمله الموسيقيه مم. وتغيير النمط الاسلوب او الايقاع الواحد او السلوك الواحد في الجمله فتنوع كتبت آه انا سويت وايد اغنيه مركب على لحن اي نعم وشوف هذه ما تعيب كثر هي, هي لازم يكون عندك اذن موسيقيه يعني يعني يكون عندك آه آه هذا يعني سؤال عندي ابو فيصل إيه؟ الشاعر الغنائي يفترض انه يكون سميع او ذويق هذا ليش اقول لك انا لازم لازم يعني انا اذكر عمار شريعي مم. كنا نشتغل اغنيه لا تصدق من حشالك رويشت يعني عبد الله رويشت نعم فهو وهو يسجل يشتغل على الاورج مم. فكان الصوت عالي مم. فقاعد يغني وانا يمة على شماله وعبد الله قاعد على اليمين فوقف فجأه بالاورج كذي وانا انا, أنا ثاني قاعد اغني معاه اردد الكلام اللي يغنيه مندمج معاه فقال لي الله 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 سكت انا قلت قلت له بدينا يعني بالمصري قاعد اقول بدينا بالتغني أبو فيصل يعني الموسيقار الكبير رحمه الله عليه عمار الشريعي هذه يعني شهاده لك ايفا ان صوتك جميل قلت ايفا أه ودي أقولك انا ودي اقول لك سمعنا انا قلت له احس في تطنز لا لا ممكن اكيد بس إيه كان يقول لا انا احب الشاعر اللي يغني هو قصده طبعا انه يكون عندك جزء موسيقي داخلك مم. تحس بالجمله اللحنيه فانت لما فيصير شلون عندك القدره ان تلبس هذه الكلمه الى هذا اللحن مم. فلما تسمعها الاغنيه تسمعها ان اللحن هو اللي يلاحق الكلمه ايه. اي اي اي. فهي يعني جزء منها في صناعه شويه يعني ممتاز ابو فيصل نسمع منك شيء شلون؟ اسمع منك شيء يلا اسمع في شيء جديد ابو فيصل؟ والله يعني... اعمال جديده في يعني انا شيء كل خفيف كذي تجهيزات يعني اكيد انه جميل نقول دور اللي مشتريك قول يقول دور اللي مشتريك وعينه بالدنيا عليك يترك العالم ويجيك لو دروبك ويل ونار دور اللي بهالزمان ما يخونك مهما كان يحتويك بكل حنان وما يبيعك مهما صار وعيش للي يحب هواك وماله بالدنيا سواك واشترى بعمر رضاك وعلى هوا هواك سار وعيش ولا تناظر وراك منه ضدك من معاك اللي ما يعرف غلاك لا تحط له اعتبار وخلك اكبر من العذاب وكل اسباب الغياب يشقى من يلحق سراب ومن يمل الانتظار ماكو شيء يبقى ويدوم والالم رحله غيوم لا تسلم للهموم بعد كل ظلمه نهار نهار يا سلام صح لسانك يا ابو فيصل صح حبيبي أه بصراحه يعني كوني امام شاعر يملك تاريخ كبير احتاج منك الصراحة كحق تحس ان الاغنية صارت حاليا بزنس اكثر منها صناعة اغنية والله الاغنية الوضع الحالي الامانة ما تبشر بالخير يعني ما ما تسر <applause> لا عدو ولا صديق <applause> وهذا شيء محزن للامانة للامانة ابو فيصل لما ابي اغوص في الموضوع اكثر اقول مثلا قبل يعني مع حفظ الالقاب طبعا تتكلم عن ساهر الشاعر القدير عبد اللطيف الناي ناي الله يشافيه بعمره بدر بورسلي صحيح. ومارك حديبي مثل ما ذكرنا الاسماء هذا على مستوى الشعراء على مستوى الملحنين اساتذه كبار سليمان الملا انور عبد الله راشد صحيح. الخضر رحمه الله عليه لما المرزوج تكلم المرزوق كثر الاسماء لما تكلم على الاصوات كان عبد الكريم نواد درويشد نبيل مسباح محمد مصباح وكثر طبعا حاليا ما في امتداد لا للاصوات لا للملحنين الملحنين للامانه عشان نكون حقانين يعني عندنا ظهرنا مش على الرود. القعود عبد الله القعود رائعين جدا صحيح. و... يعقوب الخبيز يعني طلعوا ايه. المجموعه لكن نتكلم على اصوات نتكلم على كتابه نصوص كتاب اغنيه صحيح. صحيح ما عندنا كتاب اغنيه لا كتاب في اغنيه في شباب حلوين للأمانة يعني بس هو ما ما ولمهم الحظ يعني الظروف اللي موجوده الحين قبل كان في شركات انتاج م. في يعني تدافع فني على تقديم عمل ناجح من ماده جيده بالضبط فكان اكو شركات انتاج تطلع هذا المطرب او هذا العمل للنور بشكل صحيح هذا اختفى طبعا مع ظهور الانترنت مع اختفاء شركات الانتاج اي اختفت لان ما تقدر تنتج شركه انتاج تكفل بعمل كامل وثاني يوم انت تسوي كوبي من الكمبيوتر خلاص و... وتاخذه قبل لا راح تروح تشتري فيطلع انتاجه وهو يربح وقدم لك فن مسموع الحين هذا راح فهو ينتج لك على اساس شنو؟ ما يقدر ينتج لك على اساس ربح ما فيها ربحيه سؤالي ابو فيصل بطريقه اخرى نعم في عندنا اصوات في, في إيه. عندنا مطربين حقيقيين ولا مجرد اصوات جميله هو عشان اقول لك حقيقه هو في في ناس مجتهدين انهم يقدمون شيء بس ماكو جهه ترعاهم يعني الاذاعه والتلفزيون قاموا مشكورين الامانه وزاره الاعلام قدمت للمطربين هذيل تعال انا اعطيك تكليف مثلا ثلاث اغاني بالسنه سنويا فمن مجموعه مثلا عشر مطربين اكثر من الشباب مثلا من الملحنين نفس الشيء يعطونا تكليف تقدم لي اغاني سواء وطنيه وعاطفية قليل منهم من قدم نفسه بالشكل الصحيح يعني استرخص شويه في يعني يمكن تكاليف الاغنيه اقل كذا بس تقدر تقدم اغنيه من خلالها تقول كان موجود بديلا لشركات الانتاج ممتاز ابو فيصل من ناحيه الكتاب الاغنيه عندنا كتاب اغنيه شباب مبدعين في شك موجودين في المسلم في صانع شو اسمه احمد في محمد شريده في الخضاري واحد من الاخضاري في مجموعه كبيره والله ما ما يحضرني الحين زين اسماء مبشره يعني والله يكتبون حلو ممتاز بس قلت لك الوقت اختلف عليهم يعني وشركات الانتاج لها تاثير طبعا في تقديم الافضل لا كتقديم حتى كالمطربين يعني الحين المطربين يعني قليل اللي يغنون يعني تسمع اغنيه بين كل سنه اغنيتين ثلاث حق مطرب حتى المشاهير منهم كبار. ليش ما طلع لنا مثل نوال ورويشد ونبيل؟ وشوف انا قلت فت... السؤال بهالاريحيه. أوه... لو استثنينا كان عقب الفتره هذه نوال ومحمد بلوشي و... ونبيل شعيل وعبد الله رويشد دخل المسباح م. والفتره الاخيره دخل مطرف المطرف. المطرف م. غير هذا ما يمكن احمد الحريبي فتره قدم نفسه وبعدين تراجع بشوية بكسل شنو سبب؟ وإن شاء الله يعني شنو سبب رد نشاط. سبب اختفاء هذا الامتداد ما في ما في امتداد للجيل السابق لا هو هو الحرص انك انت تقدم شيء انك انت تثبت وجودك بين الموجودين يعني مو من اول حفره توقف ولا من اول طوفه ما تشقحها لا اشقحها ما قدرت حاول تعتقد انهم لازم يعني يتحلون بشويه اصرار اكثر اصرار طبعا طبعا فيصل الكلام لا يمل لكن استاذنك اطلع فاصل تفضل اعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم باذن الله عودة جديدة أعزائي المشاهدين مع برنامجكم مع جزيل الشعر وضيف الشاعر القدير ساهر أبو فيصل ودي أحاول أحصر قد ما أقدر تاريخك الكبير سلام. لكن بنحاول ناخذ أكثر نقاط ضوء نروح لتعاوناتك مع الفنان الكبير مسعد الخير عبد الله نعم نتكلم عن عدة أعمال جميلة بعد اللي صار أه اللي نساك نساه أه نهاية قصتك طمني طم ايش اللي يميز عبد الله رويشت؟ يعني اسمع من كثير من الملحنين يقول اذا بنلحن حق عبد الله رويشت في لحن خاص بسبب امكانياته الصوتيه، انت كشاعر شنو الشيء اللي تقدمه للرويشت او تحرص انه يكون حق رويشت؟ هو عبد الله كان تعاملي معه من بدايه اغنيه نهايه قصتك. وكان في نجاح في الاغنيه. عقبها صار الموضوع موضوع ثقه. شو مسوي لي؟ شنو شنو ممكن تسوي؟ شو تسوي لي؟, لي مو شنو الجديد عندك؟ اي, اي يعني حق يعني مبرز لي شيء بما معناه يعني اه فصار موضوع الثقه هذا يعني احيانا انت تثق بانسان بذوقه اه رايه فيك اه مثل اللي واحد انت تقول له البس هذا احلى عليك الشكل هذا يعني انت موفق فيه لو سويته اجمل فاي فتكون احيانا كنصيحه او كعمل انت بالتعامل معه فيه يعني شنو شايف فيه يعني عبد الله معطيني هذه الامانه يعني من البدايه سلمني ل... سلمني المفتاح يعني ايه عندك آه الامانه توالت نجاحات مثل ما تفضلت يمكن بدينا بنهايه قصتك آه سوينا بعد اللي صار بعد اللي صار سوينا عالم مواني سوينا أه يحبك للزعل اعمال كثيره طبعا اللي نساك نساه اكيد أه. ابو فيصل تكتب أه للاسم يعني تحس وانت اثناء الكتابه كتابه الاغنيه تقول هذه فلان لا لا الامانه انا اكتب كنص وبعدين اشوفه ممكن يصلح حق فلان او ما يصلح بعد ما تنتهي منه بعد ما تشوفه لايق على منه بالضبط يعني في الغالب مرات يقولون تخش نصوص مثلا هو ما خش نصوص بس يناسبك او ما يناسبك <applause> الفئه العمريه الشكل الصوت هذا يمكن مرات حتى العفو يعني يصير الحرف يعني اكو واحد عنده العين تطلع آه شوية او تطلع عين العين شويه وايد هذه التفاصيل فيصل تهتمون فيها ما ادري انا اهتم فيها على الحرف يعني على الكلمه اي يعني احس ان هذا المكان شنا هذا الشخص هذا مكان فلان اي يمكن اكون احيانا خطا بس بالعكس هذه الدقه إيه؟ تحسب لك بالطبع. يعني ابو أه عندي معلومه شوي غريبه أه انت تصلحها طبعا اذا هي خطا اغنيه طمني لعبد الله اي يقال انها تسجلت بصوت الفنان الكبير مسي بالخير عبد المجيد عبد الله في البدايه صحيح. صحيح؟ نعم شنو الاشكاليه اللي صارت؟ لا هو مو هو كان ثلاث اعمال حق عبد المجيد هم كانوا عملين اول شيء اللي هو مطر صيف وعز الناس وطمني بس بس آه عز الناس كانت اغنيه لنوال امم آه وسجلناها موسيقى وكل شيء خالصه نوال في اخر لحظه غيرت رايها آه يعني اعتذرت عنها الاغنيه فكان سامعها عبد المجيد في الاستديو، ومكلمنا قال يا اخي الاغنيه جميله هذه ليش ما نسوي مثلها يعني مم. فصادف ان نوال هونت عنها راحت لعبد المجيد غناها عبد المجيد هني نفس الفتره إهني اللي كنا نسجل يعني هني كانت عند عبد المجيد طمني طم ومطر صيف ومطر صيف وضغط عليهم اعز الناس اعز الناس صار ثلاث طمني صار ثلاث اغاني سجل ركب صوته على اعز الناس وبعدين ركب صوته على طمني مطر, مطر صيف اخر يوم بالتسجيل بيركب طمني طم بيركب صوته يعني م. تسجلت الموسيقى بتسجيلين تسجيل بتركيا وتسجيل بمصر موزع عمر خيرت مصر وتركيا مع اسماعيل وايتاتش الجماعة كان بينزل الاغنيه بتسجيلين مختلفين يعني كانت الفكره كذي كان, كان فكره انه يسجلها تسجيلين كل مكان له طعم بشكل يعني وبعدين طلب بالليله بهذه لما غنى قال هذه باجلها 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 بنزل اغنيتين هذيل وبخلي هذه للعمل الثاني البوم القادم ايه فطلب مني التنازل وقتها فقلت له ابو عبد الله اعطيك تنازل على الاغنيتين اللي تغنوا اللي بتاجلها أنها بما انها ما تغنت ما تغنت فنخليها عقب ليش ما ليش بتعطيها حد قلت له لا والله حشا ما راح يحصل هذه اغنيتك و... وما ما اعطيتك كلمه خلاص مم. فاتفقنا على هذا الكلام عقب فتره كلمني عبد الله رواشد ما ادري وين سمع الاغنيه بالاستوديو او سامعها بالاستوديو نظاره آه سمع وكا. فدق علي عبد الله قال لي شنو هذه طمني طم بس بس بهالطريقه قلت له اغنيه انا اقول له فالحين بشوف شو صرفه ايه كان يقول لي ابي الاغنيه قلت له مالت مالت عبد المجيد ومعطيه كلمه وحصل كذا 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 فانا قلت له هذه اغنيتك وخلاص كلمه ايوه عند كلمتي فقال لي انا الحين بالاغنيه شلون؟ قلت له والله منك لا تفاهم معه تفاهم معه فعبد الله اتصل عبد نجيد قال له طلبتك قال له اعطيتك والله لو تبي شنو وانت فقال له طمني طم فخلاص التزم كلمته غناها عبد الله نجحت الاغنيه زعل شوي ابو عبد الله لين التقيته بدبي قالت تقول لي ما راح أعطي قلت له قلت له طلبتك انا بوقتها على كلمك عبد الله وانت ايه انت اللي اعطيت طقيت له الصدر فتحمل ما من قال لك ما تغنيها يعني هي هي اغنيه في النهايه ايه جميل والله يا ابو فيصل وللامانه كل اعمالك نستذكرها الله يسلمك يا وحاضره معنا بالذاكره ابو فيصل ما ودي الوقت يسرقني صراحه ودي اسمع منك اكثر تامرك احنا ما دامنا في موضوع عبد الله نقول حق أبو عبد الله لا تزعل <تصفيق> 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 لا إن شاء الله ما بيزعل يقول إذا مر الهوى خلاك وأعز من تهوى ما يهواك لا تزعل وإذا زار الحزن مرساك وسرق همك فرح دنياك لا تزعل تروح فرحة تجيك أفراح تطمن يا محب ارتاح أكيد باكر تكون أجمل لا تزعل كم عاشق وعاشق هام وكم وكم عاشق سهر ما نام من تلول وعلى ما ضاع من احلام وعلى ما فات من ايام لا تسال تروح فرحه تجيك افراح تطمن يا محب ارتاح اكيد باكر بكون اجمل اكيد باكر بكون اجمل يا سلام صح لسانك يا فيصل آه بإذن الله إنه باكر اجمل واجمل آه ابو فيصل ودي شوي بعض الاسئله اللي مطروحه عند الجمهور ليش الاسم الفني ساهر هو اكثر من سبب يعني هو اول الاسباب كان آآ آآ عدم جديتي في دخول مجال الاغنيه ووقتها كنت ضابط في وزاره الداخليه وإن الموضوع مو جدي يعني ماخذينه ما فكان في ورقة صغيرة شيء مثل كرتونة صغيرة يكتبون فيها عشان يجيزون نصوص في وزارة الإعلام وتذاع من خلال الإذاعة ويوافقون عليها ب... بالشريط الكاسيت فمكتوب فيها الاسم فكنت بكتب صالح عبد الله بعدين لقيت مكتوب بين قوسين هذا الاسم الفني عجبتك الفكره؟ قلت والله شنو نحط اسم فني بس فاخترت ساهر ليش؟ وقتها ما ادري والله هذا اللي على بالي اخترت ساهر وعلى ضوءها مش الحال يعني صار رسم داخل وفعلا هو اسم جميل يعني الله يسلمك أه بفيصل ابو فيصل اليوم بينك وبين نفسك من يطرب ساهر؟ تسمع لا والله في كثيرين اصوات حلوه فيه بس أه غنية يعني نوادر الأغاني يعني بس أنا أسمع كل شيء في الأمانة عشان أعرف أنا وين في واقف يعني مم. بس من من الأشياء الجميلة يعني أغاني بشكل عام عربية وخليجية يعني في أغاني يعني عبد المجيد في الأغاني الأخيرة اللي هو اللي بالعود بس اسمها في في لا والله لو يوم أحد نعم لو يوم واحد في وحدتك نادى عليك هذه وحده وفي سجادتي ايش اسمها برايتي انتحل شخصيتي انتحل شخصيتي موضوعها جميل جدا جميل موضوع وفيصل في اغنيه انكتبت مثلا حسيت انها ما نجحت النجاح اللي كنت تطمح له اي وايد مثل انا يمكن قايل من اول اكو اغنيه اسمها طول عمري شنو جايبه وياي والله يا هذا كي سويناه حق انغام والله الاغاني اللي احبها انا بس انا توقعت انه ممكن تنجح يعني نجحت اغنيه اسمها شكرا وقتها مات طقطوقه صغيره و شكرا إيه. من غناها؟ غنتها أنغام. انغام انغام تقريبا كان أن... عملين لانغام كان عندي معها خمسة اعمال ف طول عمري من ضمنهم مم. أنا أشوفها كلحن من سليمان الملا كلحن حلو أو جميل جدا يعني وأنا أعتقد كان الكلام شكله يعني يودينا لنجاح أغنية مع اللحن يعني كان واضح النجاح عليها أنا كنت ايه مرات تراهن على أغنية هذا ايه مثل اللي يسوي شريط في, في يجمع الحين مسوي ستة وسبع أغاني يراهن على أغنية الهد وتنجح واحدة بالنص ماله مو عاملين حسابها. مو عاملين حسابها. دائما هو توفيق. كثير تصير وايد. أه يعني يعني اكو غاني المطربين نجحوا أه يعني مثل جورج وصوف عنده اغنيه كلام الناس. غنى كل شريط كل مره يغني المفروض اليوم كلام الناس يقول لهم لا خلوا هذه بعدين. ما يبي يغنيها. ما كان مهتم. ما يبي يغنيها نهائي من الاستوديو. لان اخر شيء قال يلا هاتوا هاتوا هذه الاغنيه. غنية. أنا نجحت أول طبع من الشريط كانت الأغنية الثالثة محطوطة أو الرابعة الطبعة الثانية حطوها هيد أبو فيصل مع الخبرة ما في معالم واضحة للنجاح في شكل نجاح بس اكو أغنية توالم وقت سبحان الله اكو وقت الناس تبي هذا اللون أو هذا الشكل ليش ما تحس الوقت هذا شنو إيه؟ يبي يبي الإفيه يبي اللزمة زاد الإفيه هو هو توافق كلمة ولحن أنا أعتقد يعني اختلاف الجيل أبو فيصل اختلاف المعطيات الثقافات والحين الحين الوضع تغير وايد صح اي صعب والله ميسانا الحين <applause> نسمع <تصفيق> نسمع الأغنية اللي اللي كنا نتمنى تنجح يقول طول عمري أتبعك أنسى صوتي وأسمعك لكن جاء الوقت الذي أرفض خداعك وامنعك منع الغلطه تكرر ومن قيودك اتحرر بكلمه واحده كلمه بس من اللحظه هذه بودعك اغويتني بحلو الكلام وحولتني لعبه بايديك ونسيت شيء اسمه اهتمام لاني متمسكه وبيك متاسفه ما اقدر استمر حسافه فيك خوفي عليك غريب غريب والاغرب هواك لك ألف راي وراي وراي تظلمني ليه أنت معاك خلني أعيش عمري برضاي كل هاللي خدته من العمر وعينك بعد هم اللي سلامتك الله صح لسانك يا أبو فيصل سلام أبو أه فيصل تشوف أن الشاعر أو الشاعر الغنائي يعني يتعرض كثيرا للظلم كنجاح أغنية دائما ياخذ نجاح الفنان نعم يعني في مجال الشعر بشكل عام ممكن الشاعر يطلع في مسرح يلقي قصيدته و... وياخذ النجاح صحيح. في الاغنيه لا الاغنيه دائما انتم معرضين للظلم صحيح هي يعني هي هو اكيد انت داش هذا المجال عارف هذا المكان آه عارف شنو راح يصير ان انت المطرب المتصدر آه الملحن والكاتب آه يجون ثانيا يعني مم. قبل يقول يقول لك يدخلون في الاغنيه في مثلا كان يقول مثلا ما خطرتش على بالك يوم تسال عني <تصفح> نستمع لهم كلثوم من كلمات فلان 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 فلاني فلان فلان <تصفح> والحان فلان فلان فلاني <تصفح> كذي فكان اكو تقديم للاغنيه بملحنها بشاعرها وملحنها وبعدين يقدم <تصفح> الصوت <تصفح> فلان هذه تقريبا اختفت يعني <تصفح> أدبياً يفترض يعني تكون موجودة ببعض المناسبات. توني بقول كحق أدبي. بالضبط. أه يعني إذا برنامج قبل ما أقدر كان يقدمون مثل ما يطلبون المشاهدون م. كان في مجال تقول بنسمع الحين أغنية من كلمات فلان الفلاني فلان والحان, والحان فلان, 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 فلان فلاني ففي مجال ليش ما يصير؟ م. فهذا نوع من التقدير لك أو التذكير. اما غير هذا كان او ينكتب على العمل بالكاسيت كان ينكتب أي لما صار اغاني وايد صار ضيج مكان المساحه اللي يكتب. فيها <ت kommer> البوم فلان الفنان فلان, فلان خلاص و جميل يا فيصل والحديث لا يمل للامانه لكن استاذنك فاصل اعزائي المشاهدين فاصل وراجع لكم باذن الله عودة جديدة أعزائي المشاهدين مع برنامجكم مع جزيل الشعر وضيفي الجميل المتعلق ساهر وفيصل في السابق كنا نعرف لهجة الأغنية يعني نسمع أغنية نقول هذه أغنية كويتية نعم هذه أغنية سعودية هذه أغنية إماراتية هذه أغنية حاليا افتقدنا هذا الشيء صحيح شنو السبب؟ والله ما أدري بس هي تداخل اللهجات الحين والانفتاح ال... التواصل الاجتماعي هذا قرب يمكن المسافات سوى المزيج هذا اي حتى دخ... صارت الكلمات دخيله يعني اكو كلمات على الاغنيه احنا نحسها يمكن ما نستخدمها يعني الحين قبل نقول باكر الحين تلقى من يقول بكره م. وممكن اقول لك نروح انا وياك مشوار قبل ما نقول مشوار م. صارت ممكن عادي تقولها باغنيه وكثير من يعني المفردات اللي صارت من التقارب النسيج الكلد صار شبه واحد يعني ابو فيصل باخذ من كلامك على الشاعر يهم الفرق بين باكر وبكره مثلا يعني لا يهم من ناحيه لو هو يبي قافيه بغض النظر عن قافيه او او في كلمه تحسها موسيقيه وكلمه غير موسيقيه وهذا ما في شك هذه احيانا مكان الكلمه سواء يبيها بقافيه او يبيها بشكل عربي تنسمع وتنفهم يعني قبل عندهم كان مشكله في التسجيل في لما يقولون قلبي مثلا الكورال تلقى قلبي تطلع فيها كاف شويه اذا ف... خصوصا الكورال معه إيه، خليجي كان شلون تقرب المسافه انت بينك وبين المستمع يعني مم. ف ياخذون الوسط اللي هو مسموع يعني مم. يعني الحين حتى في اغاني بعض الاغاني تسمعهم تحس ان هي كلمه سعوديه اكثر من هي كلمه كويتيه او كلمه اماراتيه مم. بس جو الاغنيه يتطلب هذا الشكل هذا الش... هذا الشيء على الكاتب او أه الشيء هذا اللي صالح الاغنيه المزيج والخلط هذا ما يضر أنا ما أشوفه ما يضر عادي خاصة الأغنية تتحمل تشيل تشيل أشياء وايد يعني مم. تخليك تتنازل بعض الأماكن عن شيء لهدف شيء ثاني آه هذا هذا القصد من السؤال في البداية الشاعر ممكن يتنازل عن لهجة ويقولها صحيح بشيء يخدم النص بالضبط. يخدم النص بالضبط. يعني. بالضبط ممتاز أبو فيصل في وبصراحة في شيء كتبته لنفسك ما كتبتها كاغنيه؟ وايد اشياء والله يعني عندي اعمال يعني عندي اشياء كاتبها ما اتوقع ما, توقع هي انها ما اتوقع انها ممكن تصير شكل اغنيه يمكن بس من يوم من الايام تصير إنه هذا الشكل المطلوب او هذا الشكل اللي ممكن تقدمه اكتبها لي مجرد الافكار اللي اكتبها يعني مو كاتبها كاغنيه انا رايح انا والقلم بالضبط الى سكه وين هالسكه فاكتبها بشكل مرات تصير نوع من الفلسفه فيها اشوف نفسي كأنه وايد اشوف نفسي بنظره اللي ب... اللي شايفني مم. او اللي سامعني حوار ذاتي اي فاقول ايش بيقول؟ بيقول كنا وايد فلسفه او كنا وايد قاعد يستعرض مفرداته ودنا نسمع شيء ودنا نسمع شيء من هالفلسفه ما يحضرني شيء الحين والله لو مقطع لا يعني في مثلا مثلا شنو عندنا عندنا الله يسلمك لاني احس الشاعر لما يكتب حق نفسه احس انه يتجلى اي ما في شك بدون قيود ما في شك هو مكان مكان انت تبي تقول من خلاله مو لازم تصير غنيا انت تبي تكتب تب. ومو شرط احد يسمعها يعني بالضبط ممكن حبيسه تراجع يعني. بس بس والله ما يخطر ببالي مو ببالي شيء معين الحين يعني احاول اتذكر لو بتنطروني لا عادي ممكن تسمعنا شيء جاهز معك على <ت ExcelKK> ما نقول شيء ليش ما نقول نقول اللي جرحني هذه من الأغاني اللي كتبت لنوال <تسجل> تسجلت كجلسه هذه يقول اللي جرحني وشعل النار باليوف اليوم جاني يشكي الحال مهموم جاني يترجى يقول سوفيني معروف أرجوك أعطف كنت غلطان موهوم يحسبني ناطر جيته يحسبني ناطر شوفته وقلبي ملهوف ويحسب غلاته حتى لو غاب بالدوم يبيني أنسى كل ما شفته من خوف ويبيني أسكت ما تشره ولا لوم اللي جرحني واشعل النار باليوف اليوم جاني يشكي الحال الله, الله صح لسانك يا أبو فيصل على هذا الجمال سلمك أه ابو أه الملاحظ ان الشعراء الغنائيين نشوفهم خارج اطار الامسيات والمهرجانات. نعم. شنو السبب؟ هو اكثر من سبب اول شيء في الـ في الـ في الـ في الـ الامسيات الشعريه حصل ان في كتاب يعني تم الغناء لقصائدهم كثيره مثل دايم سيف او خالد الفيصل سمو الامير تغنت باغاني وايد ب... ب... تغنت له و... بالضبط وعمل امسيات وعمل امسيات ونجحت وغيرها كثير بس في في الغالب مقومات الشاعر الامسيه لازم يكون له مواصفات معينه انا اعتقد طريقه إلقاء حضوره ملفته حضوره عند الجمهور موجود في كاريزما لهذا التقديم مم. مثل اللي سالفته حلوه بمجلس أي. اكو واحد يسولف بمجلس يشد انتباه الكل الموجودين مم. مم. اللي يقول طرفه تلقاه احيانا لو قالها غيره ما تقبلها من طريق فهي لها مقومات يعني انت تكلمني عن نفسي انا ما اشوف نفسي اقعد في قاعه واقول شعر بالعكس مفيصل فيصل يعني ما هو من باب المديح الأمانة يعني انت تشوف حضور مكان جميل يعني و... انا اشوف مكاني في مكان ثاني يعني انا مستمع يمكن او قارئ جيد لاشعار وايد من الكتاب بس ما املك مقومات مثلا نبره التعبير والتوصيف هذه لها ناسها عشان كذي كثير من اللي اللي سووا امسيات صار في ناس ناجحين وناس قلدوا هذين الناجحين يعني صار في يتشبهون فيهم حتى بشكل الإلقاء بشكل بشكل الايقاع اللي في الالقاء نفسه صار يتشابه بال بشكل كبير يعني بس بقول لك حقا الحق فيصل مع انها وجهه نظرك طبعا وتحترم لكن انت تملك الحضور الجميل والالقاء الجميل والاعمال الجميلة الجميله كنت تتمنى يعني انت واللي مثلك الحين راح وقت المسيات بعد إيه لا 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 الحين موجود جبت... صارت كلها بالسناب بالجهاز هذا لاحظ كتابات ساهر دائما فيها صبغه حزن ولمحه شجن يمكن البحث عن ما يلامس الناس يعني تحس تكيش... ان الناس يلامسهم هذا اكثر لا هو اكيد م... غير... م... احنا ما نخلق كلنا عندنا اكيد يعني كلنا عندنا اه داخلنا يعني م. آه بي بي يعني بسبب آه معين بسبب آه وبآخر يعني آه بس في النهاية أنت في الأغنية مكانها سواء آه بالتغزل ولا بتقول آه عن فراق أو بتتكلم عن عناد أو بتتكلم يعني الحالة العاطفية فبالحالة العاطفية دائما فيها فيها هذا التخلي عن الحبيب وفيها فيها الوجع اللي اللي, يعيشونه بعض الناس او حتى يوهمون نفسهم بهذا الوجع ف كل يغني على ليلى على قولتهم جميل تعتقد ابو فيصل ان الاغاني انصح التعبير الفرايحيه ما لها نجاح؟ لا لا بلا في اغاني وايد ما كتبت شيء يعني او نعرف عن ساهر اكثر شيء بال بالحاله ساهر دائما مفارق يمكن دائماً ويت فتره وايد اكثر أيه. بعدين شويه يمكن يعني ما يمكن يصادف كذي بس والله في الله فيه يعني بس جت فتره يقولون وايد تقول كان في نصيحه يعني <applause> يمكن العمر لا يمكن يمكن <تصفيق> إيه. <تصفيق> يعني في النساك وفي دور اللي مشتريك وفي اكثر من عمل لا تزعل اللي قلناها من شوي مم. يعني في اشياء شدي. ف... فانتبهت قلت صدق انا قاعد ادور بمكان قريب من بعض يعني مصادف كذي يعني بس كلها اعمال جميله للامانه الله يسلمك ابو فيصل تختار لنا شيء على ذوقك تسمعنا اياه؟ والله ان شاء الله نقول في عندنا رجع كل الحب مالت عبد الكريم عبد الغادر معروف نقولها تفضل قول ارجع يا كل الحب ارجع يا روحي ارجع انا محتاج لايامك الحلوه مليت انا مليت زادت جروحي ارجع يا روح الروح الهجر ما يسوى خليتني ما بين شكي وخوفي لاني بامل مفقود ولاني على الحروه حبل الوصل خله بينك وبيني لا تقطع ارجوك ولا تباعد الخطوه من غبتي عني غاب فرحي ونساني ما غير أشكي الحال وعاود الشكوى رد الفرح رده ردني الاماني ما عدت والله على غيبتك اقوى الله صح لسانك يا ابو فيصل سلمك يا حبيبي ابو فيصل بعد هذا التاريخ الحافل بالنجاحات والعطاء والمشوار الطويل تحس انك لقيت التكريم اللي تستحقه والله في بشكل عام انا اعتقد خذيت من الناس وايد ردات فعل من لقائك مع ال... مع الجمهور بشكل وباخر من سواء بالشارع بال من خلال لقاءات الزملاء حب الناس حب الناس اكيد ما في شك هذا جزء وجزء التكريم يعني احيانا تقول متى بو وانا للامانه السنه ان شاء الله في تكريم لي ما شاء الله من المجلس الوطني في مهرجان القرين وتستحق بكل كان تأكيد كانوا مشكورين يعني. الامانه تم اختياري من الناس المكرمين و الحمد لله على كل حال يعني الواحد ما دام في قلوب الناس وصل للناس الحمد لله يعني هذا يكفيك اكيد اولا الوقت سرقنا ثانيا لك على قبول الدعوه سلمك يا أه كنت سعيد بشوفتك وبحضورك سلام. اذا في كلمه اخيره ودك تقولها سلامتكم وباشكر الجميع اشكرك اولا اشكر الاخوان الموجودين قائمين على البرنامج وان شاء الله نكون توفقنا في تقديم حلقه تستحق المشاهده اكيد اكيد انتم كذلك اعزائنا المشاهدين شكرا لكم انتظرونا الاسبوع القادم